السلام عليكم. اليوم جايب لكم شرح عن طريقة معرفة أجهزة الايفون إذا كانت أصلية وجديدة أو مقلدة. تابعوني. أولا، لمعرفة إذا كان الجهاز مجدد أو جديد أو معاد تصنيعه، قبل كل شيء سوف نقرأ الكود الذي مكتوب في خلف الكرتون. خلف الكرتون يجي التفاصيل في الكرتون من الخلف، عند الرقم التسلسلي، فوق الرقم التسلسلي تأتي الكتابة في الخلف الكرتون، ويكون الموديل مكتوب بخط عريض مثل هذا. نشوف أول شيء الموديل. الموديل إذا كان يبدأ بالحرف M يعني جديد من الشركة رسمي بكرتونة، أما إذا كان يبدأ بحرف F فهذا يعني أن الجهاز معاد تصنيعه، بمعنى أنه جهاز مستعمل أخذه المحلات لإعادة تصنيعه، وبعد ذلك يعاد مرة أخرى إلى السوق ليباع مرة أخرى، لكن ليس كما الجديد حتى من ناحية الضمان، لأنه أصبح مستعمل ومعاد تصنيعه، معاد إليه قطع جديدة وقطع قديمة، يعني فيه قطع جديدة موجودة تم تغييرها والقطع القديمة اللي هي موجودة في الجهاز من أول. في أغلب الأحيان تكون تجارية، لأن الجهاز يكون أرخص من الجديد بنسبة تصل من 30-40% من سعر الجديد، وتوفر النوع هذا في عدة مواقع منها نون وأمازون وسوكم وغيرها، لكنها لا تحصل على ضمان كما يحصل الجديد. أما إذا كان الجهاز بدون كرتون، وأردنا معرفة إذا كان الجديد أو مجدد، فالطريقة بسيطة، هي الذهاب للإعدادات ثم عام ثم حول، ونأتي على رقم الموديل أو رقم النموذج، ونرى الحرف الأول كما قلت لكم، حرف M يعتبر جديد وحرف F يعتبر مجدد وضمانه يكون أقل من الجديد. أما إذا كان الحرف N فهذا يعني أن الجهاز كان فيه عطل أو خلل أو قامت الشركة بتبديله، وإذا أردت أن تأخذه اعتمد أكثر شيء على الضمان، لأنه الضمان هو الذي يضمن لك كل شيء. أما إذا وجدنا حرف B فهذا يعني أن الجهاز شخصي بيرسونال، يعني أن الشركة صنعته لشركات خاصة أو منظمات خاصة أو جمعيات خاصة أو جامعات أو مدارس خاصة، يعني طلب خاص أو بيرسونال. طبعا كل الأجهزة التي تأتي بالحروف التي ذكرتها كلها أصلية، يختلف فقط التفاصيل والجودة من ناحية إذا كان جديد أو كان مجدد، ونظامها iOS وفيها كل الخدمات وكل البرامج والإصدارات والتحديثات، لكنها تختلف فقط في الجودة والاستخدام. أما الآيفون المقلد فلا يوجد فيه أي شيء للمقارنة مع الآيفون الأصلي من ناحية الشكل أو من ناحية النظام، فيكون أغلبية أنظمة المقلدة نظام أندرويد، يعني الجهاز فقط الديكور الخارجي آيفون، أما من الداخل فهو جهاز أندرويد. وإذا أردنا معرفة ذلك سوف نذهب إلى الأب ستور اللي موجود في الجهاز المقلد ونقوم بفتحه. إذا طلبنا بإدخال إيميل جوجل فنعرف على طول أنه تبع شركة جوجل أندرويد. أما إذا كان ينزل البرامج من غير حساب من غير أي شيء فهذا طبعا صيني نفس الشيء. أما إذا كنت تريد معرفة البطارية وجودتها ومدى استخدامها في الجهاز سواء الجديد أو المستخدم، كل ما عليك هو الذهاب إلى الإعدادات ثم تنزل إلى عند البطارية ثم تدخل عليها وتختار حالة البطارية والخدمة، سوف يأتيك نسبة البطارية وكم وصلت من نسبة من خدمتها، لأنها لما تكون جديد تكون 100%، بعد ذلك كل ما استخدمت واستنزفت تنقص النسبة هذه حتى تصل 70-75-60، يعني حتى لما تأخذ جهاز مستعمل لابد أن تتأكد من الطريقة هذه إذا كانت البطارية مناسبة أو لا، أو أنك تحتاج إلى تغييرها. شكرا لكم، معكم فاضل وصابي.